Hi everyone, سلام يا أصحاب. أنا اليوم رجعت بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم راح تكون بنانا كاسترد، سهلة كتير وبسيطة، ومكوناتها موجودة أكيد بتكون بكل بيت لأنه ما بدها المكونات الكتير. هي عبارة عن كاسترد باودر وعند سمالينا سميدي وحليب وثيكينج كريم وبسكوت بسكت وكريم كراميل زرف وان ساشي and bananas. That's all. سهل كتير. My recipe today it's gonna be very easy. It's banana custard and the ingredient is very simple and every house have it. And it's good for kids and adults, everyone, and less of sugar for diabetes, and it's gonna be very healthy. So هلا نبلش بوصفتنا. أول شغلة عملتها أنا صفيت البسكوت بأرض الصينية. فيكم تستعملوا أي بسكوت بدكم إياه، أنا استعملت هيدا البسكوت. أنتوا فيكم تستعملوا أي بسكوت بدكم إياه. First thing I laid my biscuit in the tray and the biscuit I used just the milk biscuit. You can use any biscuit you want. That's your choice. My second one I'm gonna blend the banana with some milk. هلا شغلتي الثانية أنا راح أطحن الموز مع الحليب. راح أحط كباية حليب بقلب بلندر. راح أقشر الموز. كتير هينة ما بدها. اللي ما عنده بنانا صوفت، البنانا منا مستوية، فيكم تحطوها بالمايكروويف شوي بتستوي. If you don't have any banana soft, so you can put it in the microwave for a little bit, so you can blend it very easy and simple. I'll blend it and come back. هلا هون بعد ما خلطتهم رح صفيهم لأنه بدنا إياهم يكونوا ما فيهم قطع كبيرة ولا شيء. So I'm gonna strain the bananas because I don't want any big pieces. I have to see there is some pieces, I don't want them. هلا بهالوصفة هيدي راح احتاج 4 كبايات حليب. So حطيت كباية. I'm gonna use in this recipe 4 cups. So I have 1 cup here with the banana. 2 3 cups. حطيت 3 كبايات حليب. Here I'm gonna add 1 cup of thickening cream. If you don't want to use thickening cream, it's your choice. You don't have to. هلا أنا عندي هون راح أحط كباية thickening cream. إذا ما بدكم تستعملوا الكريم ما ضروري تستعملوه، فيكم تستعملوا القشطة، وإذا بدكم تستغنوا عنه بتحطوا كباية حليب كمان ما ضروري تستعملوه. وهيدا كباية. هلا انا هون رح اخلطهم شوي. عندي 1/4 كباية سميدة كورتا اوف كاب سيمالينا دي كاستر باودر بودرة الكاستر. I'm gonna use 3 tablespoons 3 معالق. كريم كراميل I'm gonna use 1 sachet. كريم كراميل راح استعمل ظرف.
بده كريم كراميل في يستعمل سكر، معلقة سكر كبيرة وبس. هيدي هي، هاي كل المكونات، ما بحاجة لمكونات أكثر من هيك. Now if you don't have cream caramel, just add 1 tablespoon of sugar and that's it. I'm gonna mix everything together. رح أخلط كل شيء مع بعضه. خلطهم كلياتهم منيح. رح احطهم على النار. ناو هلا انتو ما شايفين بلش يتقل عندي الخليط. I have عندي هون معلقة زبدة. So after the mixture start to get thick, I have 1 tablespoon of butter. I'm gonna add it. الحرارة وضطيت الحرارة على الطنجرة مشان ما تلزق. بحط معلقة فانيليا، 1 teaspoon of vanilla. And keep mixing until all the butter melted. رح ضل اخلط لحتى الزبدة تذوب. مثل ما قلت اكل كتير هينة. اللي بده يستغني عن الزبدة فيه يستغني عن الزبدة. If you don't wanna add any butter you can't, you don't have to. بس الزبدة بتعطيها شوية هيك smooth and taste, nice taste. The butter it make it smoother and more tasty. So that's it. بسكت انا راح فضيها فوق البسكت. اكل كتير مغذية وهينة، يلي عنده ولاد صغيرة راح يحبوها كتير كتير. وهلا so it's very simple recipe and easy to make and the kids they love it. Now I'm gonna leave it to cool down and then I'll see you after that. هلا نتركها لتبرد وبشوفكم بعدين. وهيدي هلا بعد نص ساعة بس من ما حطيتها بالبراد. After half an hour I put in the fridge and it doesn't take long. It's so smooth. So I'll cut it in half. بقصها بالنص. بعدين مربعات هيك حسب ما انتم بتحبوا بتقصوها. حطيت البسكوت بالنص، بسكوت مطحون. I have a crushed biscuit. وانا عندي هون من قشر البطيخ عاملتهم على طعمة الستروبري الفريز. This is from the watermelon. The green, the outside of watermelon. So just it's so yummy. بعدين التزيين هيدا شي راجع لكم كيف ما بتحبوا بتزينوها، منا مشكلة كبيرة. وإن شاء الله تعجبكم وتحبوها.
أكلة خفيفة كتير هينة وسريعة وما بتاخد وقت. بس يكون عندكم موز مستوي فيكم تعملوها، بس ما يكون مستوي كتير، كتير هينة وطيبة وخفيفة. So it's very simple recipe. Let's try it. Yum. It's so nice. Easy to cut. And yummy and smooth. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. I hope you like this recipe. If you like it, just press like for me. And as usual, all the ingredients under the video. And thank you very much. I'll see you in my next recipe.